بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. مذا أبصرت عيناي باحة داري، حب الحسين هويتي وشعاري. أيامكم سعيدة بعيد الغدير الأغر، عيد الله الأكبر. زرنا عنكم جميعا مرقد أبي الفضل عباس سلام الله عليه، وعرجنا على زيارة أبي الفضل عباس أو على الإمام الحسين عليه السلام في هذا اليوم المبارك، ووضعنا رقعة الاستجابة، رقعة قضاء الحاجات للإمام صاحب الزمان سلام الله عليه في شباك سيد الشهداء وشباك أبي الفضل عباس سلام الله عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب الله لجميع دعائنا، وحتما بإذن الله تعالى جميع هذه الرقعة التي أوصانا بها الأحبة تصل بيدي صاحب الزمان كما جاء في الروايات، وإن شاء الله البشارات. لا تنسونا من فاضل دعواتكم في هذا اليوم المبارك. زرنا عنكم مع العائلة، مع الزوجة الغالية خادمة الحسين أم آمنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لجميع الطلبة بالنجاح، ولجميع المرضى بالشفاء، ولجميع أهل الحاجات بقضائها، ولجميع أهل المشاكل بحلها، ولا تبقى في قلبك أمنية إلا وحقق الله سبحانه وتعالى هذه الأمنية. ولكل فتى وفتاة يريدون الزواج أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى للزواج الصالح والمبارك بإذن الله تعالى. برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.